متابعي قناة أم لوجي، مرحبا بكم، مساء الخير عليكم. كيف بقيتوا مع البرد هذا النهار؟ في إطار الوصفات الشتوية والدافئة غادي نقدم لكم واحد الوصفة. نورمالمون هي كتخاد بالليل كوجبة ديال العشاء. الوجبة سميتها وجبة ديدفي. هاد الوصفة فهي كتكون كما كتشوفوا من المحمصة، انا خديتها الحجم المتوسط، وهنايا عندنا فليو كما كتشوفوا، عندنا دروس ديال الثومه دروس كبار، عندنا طبعا الزيت البلديه، شويه ديال الملحه حسب الذوق، الفلفل الاسود اولا الابزار، واخيرا عندنا الخرقوم، وبيان سور عندنا الماء. فخليكم معايا باش ندوزو لتحضير هاد الوصفه. اذا بعد ما شعلنا العافيه على الماء كنزيدوا له شويه ديال الملحه حسب الذوق، وكنزيدوا هذوك الفصوص ديال الثومه كيف ما كتشوفوا حنايا منقيينهم، وكنخليو هذا الشيء يغلي واحد 3 ديال الدقائق، وغادي نرجعوا لكم بعد. من بعد ما غلى الماء مع الثوم ومع الملحه كنزيدوا له شويه ديال الخرقوم، والفلفل الاسود، وكنزيدوا ايضا هذه المحمصه، فاحنا كنزيدوا وحنا كنحركوا باش ما تلصقناش. فكما قلت لكم هذه الوصفه كتحضر بالمحمصه والتو وايضا بفليو، فكما كنعرفوا ان فليو هو اولا وقبل كل شيء من المنسمات، وكيتستعمل حتى في المستحضرات الطبيه كمحاليل او سيرو في مستحضرات التجميل، وهو ايضا كيساعد في حالات التشنج، وكيمكننا نستعملوه كمسكن، ايضا ناجع في حالات الربو والسعال وكذلك الاضطرابات ديال المعده ديال الامعاء والتهابات المفاصل. ايضا كيستعملوه الناس في الزكام، فكما كنقولوا كاين واحد المثل شائع كيقولوا حتى جلب بلاد فليو عاد جه الرواح، بمعنى ان بنادم اللي كيستعمل فليو ما يمكنش يجيه الرواح اولا الزكام. وهو كذلك كيساعد على الهضم وكيريح الاعصاب، وهذه النبته الا بغينا نقولوا متوفره بكثره في المغرب، ولكن ما كتوجدش في اماكن كثيره بالعالم. الا بغينا نقولوا هي كتواجد بزاف بالمدن وايضا بالمناطق الجبليه بالمغرب. غادي نزيدوا شويه ديال الزيت ديالنا كما كنقولوا دائما، فهي زيت الزيتون طبيعيه، وغادي نغطيو على الطبق ديالنا على الطبق ديتفي ديالنا واحد المده ديال 5 ديال الدقائق، وساعه ساعه غادي نقلبوها بهذيك الاداه الخشبيه اولا لالوش باش ما تلصقناش. اذا خليكم معنا نخليو الطبق ديالنا يطيب ونرجعو. هنا كما كتشوفوا في هذا ورق الالومنيوم حنايا درنا فليو ديالنا، كنلويوه بهذه الطريقه وكنحطوه فوق الطنجره ديالنا ديال الدفي اللي كتغلي، يسخن شويه ويتقرمل باش يجينا ساهل ملي نبغيو ندردروه فوق الطبق ديالنا. فخليكم معنا كما كتشوفوا فالدفي ديالنا ها هي اللي كتغلي. دابا كنجبدوا هذاك فليو اللي درناه يسخن، كنحكوه هكا بين يدينا كما كتشوفوا كيجينا ساهل غير كيتفرتت.
كما كتشوفوا القوام ديالها. حتى بالنسبه لهذيك الثومه اللي شفتوا قبيله معنا كانت كبيره، فكما كتشوفوا هي دي دابت كتولي بحال الزبده فتيه، دابا شويه ما غادي تبقاش تبان. وما بقى لنا دابا الا طريقه التقديم النهائي. اعزائي المشاهدين، طبق ديال دتفي ديالنا ها هو دوجد اولا الحساء ديالنا، المحمصه بفليو والزيت البلديه والثومه. كما كتشوفوا كيمكننا نقدموه في هذا الطبق الجماعي اولا نقدموه في زليفه هكا دونك طبق فردي. كما كتشوفوا فهاد الثومه اللي قلت لكم قبيله كتذوب، هانتوما كتشوفوا كتجي بحال الزبده. كيمكننا نقدموه هكا نزيدو عليه شويه ديال الزيت البلديه، يمكننا نزيدو ايضا حتى فليو. هاد الطبق كيمكننا نقدموه ايضا مع التمر كما كتشوفوا هنايا، فهادو تميرات معمرين باللوز ويمكننا ايضا نديرو معاهم حتى الشريحه. فصديقاتي اصدقائي كما كتشوفوا هاد الطبق فهو شتوي، كيقيم بعض الامراض كالسعال والزكام. كما كتشوفوا ففيه الثوم كما هي معروفه بالفوائد ديالها، زيت الزيتون وايضا فيو. فاستعملوا هذه الوصفه وديروها ما غادي تندموش لانها مفيده جدا ودافئه في هذا فصل الشتاء. وهكذا فيدوني بتعليقاتكم ملاحظاتكم، وإلا بغيتوني ندير لكم شي اكله ولا شي طبق فقولوها لي على الخاص وخليوها لي في التعليقات ديالكم. هنا كنقول لكم الى اللقاء، تمسوا بخير، وفي حلقه قادمه من فقرات قناه أم لوجي. الى اللقاء.